اهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الريصاني اقليم الرشيدية. هاللي قلنا على البنية التحتية بالمدينة رموك في هذا الاثناء متابعي قناة شوف تي في نزلت بها الارض وحصل وسط الطريق ونشوفوا شنو وقع متابعي قناة شوف تي في. بان كنعرفوا بان هذه من الطرق يعني الرئيسية للمدينة يعني اللي تمت الاضافة ديالها يعني بعد التقويسة ديال دخول هذه المدينة. إلا وأننا كنشوفوا في هذه الأثناء متابعي قناة شوف تي في أن الطريق يعني منقطعة من هنا بسبب يعني رموك يعني اللي نزلت به أو نقولوا سخت به الأرض. وهذا هو اللي كنقولوا متابعي قناة شوف تي في على البنية التحتية الهزيلة والكارثية والخطيرة بمدينة الريصاني. هنا المتابع قناة الشعب خصو يعرف بأنه من هذا الطريق هذه كنمشيو كندوزو الموقع الاستراتيجي والتاريخي ديال سجل ماسة العريق. يعني هنا فين كاين سجل ماسة العريقة. لكن للأسف الشديد أننا كنشوفوا متابعي قناة شوف تي في أننا كنشوفوا بأنه البنية التحتية غير ملائمة غير ملائمة لا للسكنة لا للسيارات لا للشاحنات لا للحافلات لا لأي حاجة. لأن من العيب والعار أننا نشوفوا هذه القضية هذه في مدينة الريصاني الموقع الاستراتيجي ديال سجل ماسة وهذه الطريق هذه اللي كنشوفوها بأنه عاد تقدات عاد تقدات يعني هذه القنطرة اللي كنشكل من خلالها يعني كل القائمين باش انهم يصلحوا ما يمكن اصلاحه في هذه المدينه. الا واننا كنشوفوا متابعي قناه شوف تي في بان الرموك يعني فين بغى يدخل باش انه يستاسيوني علما انه هز يعني اعمده الكهرباء اللي ربما تكون بشره خير للمجموعه من ساكنه القصور ان غادي يضيفوا يعني مجموعه من اعمده الاناره. الا واننا كنشوفوا انه سخت به الارض وحصل حصله تامة وكي يحاولوا ما أمكن أنه ينقذوا ما يمكن إنقاذه باش الرموك يزيد لقدام. دائما نجدد الترحاب والتحية لكل المتابعين والمتابعات. ما رأيكم متابعي قناة شوف تي في حول البنية التحتية الكارثية بمدينة الريصاني؟ وكيف يعقل متابعي قناة شوف تي في أننا نشوف هذه الحصلة هذه لهذا الرموك هذا؟ مساء الخير وسي جليل، مساء النور خويا ياسين تبارك الله عليك، والاخت ملك مدني اللي كتشاهدنا من العاصمه الاقتصاديه. ونرى مجموعه يعني من شباب المنطقه والقائمين يعني على هذا الرمورك هذا، باش انهم يمكن لهم يمكن لهم انهم كيفاش يديروا يدوزوا كيفاش باش الرويضه يعني تلقى الدوز. يعني باش غادي تدوز دابا شي حافله ولا شي شاحنه راه ما يمكنلهاش تدوز لان الرموك راه مبلوكي الطريق. حتى حنا كنا بغينا نمروا من هذا الطريق الا واننا كنشوفوا راسنا حصلنا هنا. سي ريتاج هناك مجموعه من المواقع ومجموعه من الاخت ريتاج مجموعه يعني من يعني كاينين فين غادي تقدري تلوحي هذا الميساج وغادي يتم الاتصال بك. مرحبا بك. هذه هي مدينه الريصاني وهذه هي بنيه التحتيه مدينه الريصاني اللي جا حصل واللي غادي يجي ليها غادي يحصل. اكيد اننا كنتمنوا ان بنيه التحتيه هذه المدينه ترقى لما هو احسن ونحاول ما امكن نشوفوا اناره اللي هي تكون جيده للمدينه او باش دخولا الى الموقع الاستراتيجي ديال سجل ماسة. الا واننا كنشوفوا ان الرموك بغى يدوز باش انه يستاسيوني لكن للاسف الشديد حصل قبل ما يستاسيوني. وربما انه غادي يقدر يدوز.
الحمد لله انه خرج يعني بعد على الاقل من هذيك الحفره. البنيه التحتيه لمدينه الرساني كارثيه بكل اشكال الكواريت. هذا تعليق جليل عبدو. ونتمنى ان هذه رساله تكون يعني تكون مباشره وعلى الشكل المباشر لكل منتخبي المدينه المكلفين بالبنيه التحتيه بمدينه الرساني. فكيف يعقل ان رموك جايب يعني الاعمده الكهرباء وغادي باش يستاسيوني الا واننا كنشوفوا حصله ديال المشاش. هذه بنيه معهد الدوله العلويه الشريفه مدينه الرساني اقليم الرشيديه بجهه درعه فيلالت. دائما نجدد الترحاب والتحية وتعليقاتكم متابعي قناة شوف تيفي تهمنا وخاصة لساكنة مدينة الرساني. هل أنتم راضيين على البنية التحتية للمدينة؟ هنا يترككم بعد قناة شوف تيفي وحمدا سلاما لكل المتابعين والمتابعات لهذا الرموك لأنه في هذا الأثناء داز. والشكر الجزيل ايضا للغيورين على مدينه الرساني. هذه رساله واضحه لكل منتخبي المدينه وايضا رسالة واضحة لشباب مدينة الرساني. وهنا ينتهي بث متابعي قناة شوف تيفي وإلى بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن.